افتتت متحفلات اليوم الوطني السعودي 89 وسط حضور جماهيري كبير وتنظيم رائع، حيث غنى في العاصمة كل من الفنانين راشد الفارس، حسين الجسمي، عباد الجوهر وأحلام، اللي بادلوا الجمهور السعودي الحب والوفاء. البداية كانت مع الفنان راشد الفارس اللي قدم خلال وصلته أغنية وطنية، وجه قبلها كلمة للجمهور وهنأهم فيها بمناسبة اليوم الوطني السعودي. سعيد طبعاً أن يكون اليوم معكم في يوم مميز واستثنائي، اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. سعيد بالمشاركة، أشكر كل القائمين على هالتظاهرة وعلى الكرنفال الضخم على رأسهم معالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ وشركة المنظمة روتانا، وشكرا طبعا وجودكم أنتم كإعلاميين لأن كنتم حلقة الوصل بيننا وبين جمهورنا. واستقبل الجمهور حسين الجسمي بترحيب كبير واللي بادرهم بكلمة تهنئة قبل أن يلهم الجمهور السعودي بأغنياته الجميلة. أتوجه بأسمى وأطيب آيات التهاني والتبريكات إلى مقام قائد الأمة سيدي الملك سلمان. أنا يا طويل العمر ولدكم، وأنا أتشرف بهذا التواجد كأني أنا في بيتي. اليوم أنا إماراتي سعودي وسعودي إماراتي. أنا سعيد أني اليوم موجود عندكم، وسعيد أني حكون أطل على أهلي وأحبابي في هذا البلد الطيب المعطاء. اليوم أنا أمثل الوطن العربي كله في السعودية، ومثل السعودية في الوطن العربي كله. وفور الصعود عباد الجوهر على المسرح أنشد مع الجمهور النشيد الوطني السعودي، وأكد اعتزازه الكبير بالمشاركة بهالمناسبة الوطنية. فرحتنا كبيرة بهذا اليوم اللي أنا فيه أشارك في العاصمة الرياض. هناك عمل أول مرة أغني وطني اسمه سمي أرض الرسالة. نشكرهم الحقيقة وعلى رأسهم طبعا معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذا الاهتمام وهذا الدعم. وبحفاوة كبيرة استقبل الجمهور الفنانة أحلام اللي اختتمت حفلات اليوم الوطني 89، وفاجأت الجمهور خلال وصلتها الغنائية بعرض فلكلوري وأغنية وطنية جديدة قدمتها بمرافقة فرقة فلكلورية شعبية زينت بها مسرح مركز الملك فهد الثقافي.